الوصفة التانية بقى اللي هي عاملاها دي انا بصراحة اول مرة اشوفها النهاردة، يعني هي هتعلمها لي بصراحة. الكشك المقلي. إيه، انت قلتي لي قبل الحلقة ان الكشك ده انتوا لسه عاملينه جديد فريش هو حجمه بيكون للحلقة. اكبر من كده عشان هو بس علشان ياخد وقت وينشف عشان الحق ان انا اجيبه فاتعمل اصغر من كده. بصوا عاملاه ازاي وناشف، انا عايزاكي بقى تقولي ده معمول من ايه. حاضر. بص يا ياسر اهو، شايف هي بتقول لك هو المفروض يبقى اكبر من كده. ده زي الكشك الصعيدي الكور. بالظبط. اوكي، هو بس شكله اللي مش واضح شويه. ماشي، مش مشكله الشكل. علشان بس ان هو ايه ان انا هجيبه. طب عملتيه من ايه؟ ده اساسه اصلا قمح. قمح ده قمح بنغسله وبعد كده بنسلقه بس بيبقى نص سوا. اوكي، وبعدين ونسيبه ينشف من غير اي حاجه تانية عليه. من غير اي حاجه تانية. وبت ما هو ثواني جاي. بعد ما بنغسله ونسلقه بنسيبه ينشف. اوكي، بعد كده بيروح مطحنه بيتدش فيها. يرجع. أوكي. بقى يعني هو نص ما بين مجروش نص دش يبقى. مجروش. مجروش بيرجع في لبن اسمه جميد، عارفاه اللبن اللي هو التخين ده. بس هو اللبن مع القمح وبنقعد بقى نعمل كده ويتحط في الشمس. طب اللبن الجميد ده معمول من لبن بقر؟ من لبن الحليب العادي. العادي بس هو فيه ملح، هو ما بنضيفش ملح حتى في الوصفه لان اللبن اوريدي فيه ملح. ما هو علشان يتقل وتحفظيه لازم يتحط فيه ملح. فيه ملح. اوكي، وبعد كده هتطبخي بقى ده. ده طبعا ميه بتنشفيه علشان يقعد فتره بره الثلاجه يعيش معاكي. بعد كده هحطه بقى في ميه حوالي دقيقه مثلا واصفيه. طب احنا هنقول المقادير ونحطه في ميه، نطلع فاصل ونرجع تاني. انت بقى هتستعملي الكشك، هو مقاديره سهله بسيطه. بالظبط، هو كشك وسمنه بلدي وبيض. بيض بس. ولا الاكله اسمها كشك مقلي، واخد بالك؟ كشك مقلي. هي هتحطه تنقعه في ميه اهو. البتين دي هتحطي قد ايه كشك عليهم؟ لا هو ده كده بالنظر. ملوش مقادير يعني، تقريبا هتحطي الكميه كلها. بالظبط. اوكي، وبس هحط عليه ميه. وادي الميه. وهسيبه حوالي دقيقه. الدقيقه هننقعهم لمده دقيقه. الدقيقه دي بقى هنطلع فيها الفاصل. اي هي نقعته. هنصفيه بعد الدقيقه. هنصفيه وبعد الدقيقه هنصفيه. مجرد يترى تحسي ان هو بالظبط. انا ممكن تسيبيه عادي كده لحد ما يترى خالص، بس انا عايزاه يبقى يعني ماسك نفسه. بالظبط. اوكي خلاص، هي نقعت الكشك في الميه. اكيد احنا نقعنا الكشك قبل الفاصل، ودلوقتي هي قالت دقيقه واحده، حتى ما استنتش ان احنا نرجع علشان تصفيه، وصفته. ده الكشك المتصفي. هنسيبه دقيقه بس. عايزه اعرف انت ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ ايه اللي انت مشهوره انك الاكله المشهوره بيها؟ لا انا اصلا يعني كاكل انا مش مدخله في شغلي، انا شغل حلويات. لا انت في بيتك في مع البيت. اولادك الناس بشاميل. بشاميل. مكرونه يعني بشاميل. اخواتي بيطلبوها مني على طول. المكرونه ليكي بشاميل. تركية فيها؟ ليا. ايه قولي لنا بقى اسرارها. هو البشاميل استنداره اصلا ان هو ما بيكونش فيه توابل كتير. طبعا. بس انا بحط فيه 7 بهارات. بحط فيه قشطه. بضيف فيه لباني. حلو، عشان يديله طعم صح يعلي التيست بتاعه. بس المكرونه مسلوقه عادي. هو البشاميل بس التركيبه كلها في البشاميل. برافو. يا ايمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، عينيا ليكي. تسلمي لي. شيفت ماما منوره طبعا. اكيد انا صاحبتها الانتيم. بارك لها على زورها وهي منوره الدنيا كلها. هي شطوره. بما انك صاحبتها بتحبي تاكلي ايه بقى من ايديها؟ كل حاجه حلوه، بس هي متميزه في الحلويات اكتر. ايه اللي حلو بتحبي تاكليه؟ يعني اول ما تروحي لها تقولي لها انا عايزه اكل كذا. مكرونه بشاميل بقى. هي لسه بتقول. لا هي في الحلو بتحب الفادج. بتحبي كيك الفادج. كيك الفادج. كيك الفادج. هي ناسي. اوكي، الحلو كله بتعملها حلو. كل حاجه حلوه يا امي، عشان هي حلوه وجميله كده وصغننه، كل حاجتها حلوه. هي منوره الدنيا كلها والله. ميرسي يا ايمان، ربنا يخليك. تسلمي. الصداقه دي ايمان. ايمان شيف سخن اصلا. كمان هي شيف ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليها. شطوره كمان. جدا. صاحبتك من زمان؟ مش من زمان، احنا مش مكملين سنه بس عشره عمر. يعني مش لازم بالوقت. بالظبط. مش بالوقت. اكيد. طب قولي بقى هنعمل الكشك ازاي؟ انا بس هنشيل دي اللي هي كانت نقع فيها الكشك.
عايزه شوكه. عايزه شوكه؟ ادي شوكه. طب اعمله بايديا عادي؟ اه. هي بصوا بتفرفط الكشك اللي كانت بفرفله كده علشان هو حاسس انه وقع كتير بس مش مشكله. قولي لي انت عايزاني احط لك السمنه تسخن او حاجه؟ قد ايه؟ نصها مثلا؟ ماشي تمام. ومعاها زيت. أوكي. انا هحط زيت بس عشان يدي لها لمعه ويبقى مقرمش زي ما هو. اوكي. احنا بنحط سمنه وزيت اهو وبنفرفط الكشك. الكشك نقعناه دقيقه عشان يطرى وبنفرفطه. وادي سمنه عليها شويه زيت، فهي بتقول لك الزيت عشان يديها لمعه. اوكي ادي سمنه اهو. بس هنيجي هنا كده. بصوا فرفطته ازاي؟ شايف؟ اه يعني فتفتته جامد بالظبط. اهي احط انا هنا البيض. هو هتحط البيض الاول قبل الكشك؟ اوكي. ما بيتحطش فيه ملح زي ما قلنا. سمنه وزيت. هتحطي ايه؟ البيض بس، سمنه وزيت والبيض والكشك. اه مفيش ملح طبعا، يعني ولا ملح. بالظبط. اوكي. حطت هي البيض الاول في السمنه وبعد كده هتحط البيض الكشك. يعني الافضل يكون بلدي بس. موجود بقى اللي موجود، مش مشكله، مش هندق. اكيد طبعا انت عندكم احلى بيت بلدي اكيد. اكيد في الفيوم يعني. اللبن بقى والزبده الفلاحي والكلام ده. والفطير. بالظبط. انا اكلت هناك فطير مشلتت حلو جدا. يا صابرين صباحك فل. صباح القشطه. ازيك يا مدام؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا عايزه اكلم سوما بارك لها. صابرين الف مبروك، مشرفانا بصراحه عكانا. ايوه تسلمي لي. عامله ايه؟ تمام يا قلبي الحمد لله. تسلمي لي والله يا فاطمه احمد. لا دي والله مشرفانا. بتقول لك عامله ايه؟ بتقول لك مشرفانا. هي تسلمي لي ما شاء الله. هي دي مش صابرين، دي مامه صابرين. تسلمي لي يا خالتي. انا هم اعتبر خالتها يعني، بس صراحه مفرحانا وفرحانه جدا يعني. ما شاء الله. حبيبتي تسلمي لي. ربنا يخليكي ليها. ما شاء الله علينا. تسلمي لي يا رب. يا رب. ميرسي يا مامه صابرين. هي خالته. بصوا هي حطت دلوقتي الكشك اللي فرفطته على البيض. بالظبط. عشان كده اسمه كشك مقلي. وفي برضه منه كشك مطبوخ، مش الكشك الصعيدي، الكشك مطبوخ في صلصه حمراء. برضه نفس الكشك ده. نفس الكشك بس زي طبيخ البطاطس العادي. بس برضه بتفرفطيه ولا بتاكل بقى بعيش؟ اكيد. مش برز. لا لا لا. هو لا انا قصدي الاحمر مش بالبيض. بالظبط. ده اكيد بعيش. هاتيها كده عشان تبعد عن النار. انا عايزه بس احط زيت تاني. اوكي. بس هيتحط في بوله وخلاص في طبق. اوكي. هنجيب لك طبق تحطيه فيه عشان احمد عايزين طبق لو سمحت. انا شايفاكي حتى هنا في مقادير البط. البط اللي هنعمله. لا ده انا هشرحه، ده مش هشرحه بس اتعمل ازاي. انا شايفه ان الحاجات مودرن شويه. بالظبط. ده فاكيد التاتش بتاعك. بالظبط كده. ده تمام كده. ده كده خلاص وهيتغرف في الطبق. هيجيبوا لنا الطبق خلاص، خليه على جنب.